أيث مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يند يقول الحديث ويتخطب الصحابي جليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، إنس يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إن عبدوه. الرسول صلى الله عليه وسلم عند خطاب الصحابي الجليل معاذ بن جبل إنيس دشون الحق إكسعى سيدي ربنا في العباد، دشون الحق إسعى للعباد إسعى سيدي ربنا. إنيس معاذ بن جبل رضي الله عنه إنيس الله ورسوله أعلم سيدي ربنا ذن في إنيس صلى الله عليه وسلم كان إكزران إنيس يا معاذ الحق إكسعى سيدي ربنا في العباد أثع ذن وسخد بلا رمشري، والحق إسعى للعباد في الناس إنسان وذني تاع تسيفر ماذا قلنا نخدم الناس ماذا قلنا عفذنت عفذنت وسخدم لا ماشي نتوني تاع تسيفر. اذا انظر باللي يلعب ماذا قال يعفذ سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يضعيث وسخدم لا ماشي اليقين باللي اذن المحبين وماذا قال ينول المحبين ساقر باللي فابي سيدي تاع تسيفر كان يتمثل ذا شو تذرث يجيفن تذرث على سعدات دول عينين سيدي ربي دول عينين سيدي ربي دول رعايين سيدي ربي دول ثيرين سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اين قرات سعدات مره دول طاعينس دول محبينس تسقين تشوذات مي فرانس مره ماشي 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 تشوذات ايات مثلا على خطر العبد ماذا قلنا يضوع سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى هذا في حميم هذا في يرزق هذا في حمل وهذا زدي في كدوينك دوينك حمل وهذا زدي قبل الدعاء انس خطر وين في ضعان يحمليه وين يحمل يتسكج لوين يحمل لوين العيون وين تنفع عندي الدنيا وين تنفع عندي اخر سبحان الله. اذا اي مثل تقول يا ان انظر بلي احبي ربي وفي تجارب بيت قهري يقرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين ان توكيد الحق في اللي خدمت بلي غادي نصر يعبدي ويمؤمن وما دام هذا يعبدي والمؤمن معناه ذول يسعان الايمان داخل يتشرن الايمان ماشي ذول يتشرن الدنيا وزعما تسعود قول هذه اتيني ديك الدنيا اتيني ديك الاخر مستحيل ويمشي راه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ادي قرص سيدي ربي قويس عزيز سوره الاحزاب ادي قال بلي قول ولاش وين يسعان شي ويون يون ويون كان ويون ديوث الحاجه كانت يتشار اما تشار الدنيا واما تشار الحب لسيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى. اذا تقول انا حافظ سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى نحافظ سيدي الذكر في دنس الذكر وتنستر وتنحافظ ديال الجوارح اللي غادا تنضوع وتنتعاصر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما غاديش خطر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مش نعمش ابن عباس إنس أكس تعلم الكلمات يا فتى إنس بلى يا رسول الله إنس احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذا اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أسي قال ابن عباس الناس حافظ في سيدي ربي سيدي ربي اللي حافظ في الله ما حفظ على سيدي ربي تسويت ذقميك تسويت ذقوليك تسويت ذي الجوارحينيك وتسوي ذلك صور الذي حافظ في الله الناس حافظ في سيدي ربي أثي دفض غالي يديسيك مش صور دور تسوي ذلك ويتسجره ما تضيفض في سيدي ربي وطيب على الغرنس ما تستعان تستعان سيدي ربي وستعين على السر الغرنس ثعر مضبلي ما قيد كان ذعر ماذا بلي ماذا قلنا نجمع في الله كل عباد الدنيا باش هذا كنفع ممكن دين في على سيدي ربي وكنفع على راه وكنفع على راه وثا عيمض ماذا قلنا نجمع كل عباد الدنيا باش هذاك ضر ماذا قلنا كي دي ضر راه سيدي ربي مستحيل هذاك ضر هاك الشيء وضرك هاك خذ منك راه كوين ندير الله اكبر. اذا انا عقيب بلي اثن حافظ سيدي ربي الخالق اثن حافظ دقويا ونا اثن حافظ سيدي كرسيرسا ونا اثن حافظ الاعمال ديال الجوارح حنا اثن حافظ اثن دين شي كثير خامس صديقة إخا من صديقة أنا اللي نقدر مساجين أثن نحمي أثن نصلحو غير غوصن أثن تزال في ظل غزلاخي شوي كان أدن مكتين أف أخا من سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما في دنس ذكر دخل بخابليس سيدي ربي هذا غيحمي أكا
خزركار كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن دماء من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وحفت عليهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أدي قال وإذا كان ما تجمع دخل خمر بين الدرس نين دينار بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم إن دد زين في لسن الملائكة أزن دين زل سيد ربي الرحمة أزن دين زل سيد ربي يهنا دخل يبويا والسكينة قرن السكينة أزن دين سيد ربي هنا وزن دين زل الرحمة إن دو أثني ذكر أثني ذكر صوص أثني ذكر في الملأ الأعلى أروس الله أكبر كان مثلا باش أنظر بلين الملائكة ما تظن العيفة ربي دخل دخل بخميس أتسعقض أروخ لقد دعونا أنا غسيد ربي رحمتي أنا غسيد ربي رسقيني أنا غسيد ربي عفو يسم كان الطيب نسيد ربي نظر يعفو وذر يرحم كان مثلا إذن سبحان الله إذا أنا عقيب لي مرني لي هذا النجمة سيد ربي غدي يجمع ذاك الخميس عزيز وكين روضة من رياض الجنة ذا الروضة من رياض الجنة أكيد قال واش في حنا فين صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان مثلا أنظف سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما كان غدي يجمع ذاك الخميس راه غيجمع الفردوس الأعلى غرغوص ديال الجنة إخوانا على سرور المتقابلين كان مثلا صليت غا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم شو نشتاقي سيغ ليجمع سيدي ربي اكسم لنا ولا نغض الايمان لو كان ماشي الايمان ودي نسمي لي راه لو كان نسير الايمان ونسمي السلام راه ولكن سي الايمان سي الحب بنس نبي يسالي هل يغضث مثلا انما المؤمنون اخوه يقرض قوانيس عزيز لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم ان لو كان ماشي لو كان ماشي نفقوا اكويني لاندي قاع مره اتفكر اتنفقوا باش تسمي لي الاولى ولا وتسمي الرضا ذا نتسمي لي الرضا إن ولكن سيد ربي يسمي لي ذا نسمي القوة ذا نسمي لي يسمي لي رأس الإيمان الله أكبر كان يث مثلا أدي روح يون أدي لي يون دم شطوح أدي لي يون دم قران أدي لي يون الجهاد يون الضعيف يون يسعى يون ذيك الليل يون يفعذ يون يقرب ولكن ذاك ولاش الفرق غير يون هو يض ولاش الفرق غير بركان كان دوش بحال لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى حشا أين إلا دقويك من أدم وين تخدم تصل عبدك إست سعيدة زير سيدي ربي ماشي الشي ماشي سدرية ماشي سجهدة إذن سيدي قارن إن أكرمكم عند الله إتقاكم الخيار دقون الخيار دقون غا سيدي ربي شوين إلا دقويك شوين إلا شوين تخدم اسم الجوارحيني كان هي مثلا اخر من سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى اتكشم الغر ورس اتكشم الغر ورس بلا ما توصل دافت بورت بلا ما تلي راسك تكشم ما نكشم انا غير هذه لين المسؤول من الدونيت باش تويض الى قد خمر الدوموند ديون سات سكر تام جوالوث اتوض غير فوسي سابا تيزر يا ادس تفكر الموضوع انا ولا السوجي اللي فراس تهضر اتزر بلي شويه كان اللي كيف كدير وقت نس وتزر بلي يزمرو تقبير لا ديون سكي نوع غير باش هذاك ولي يا وش ماذا قال يجك فزرت وش ما قدر يقضوا ثغاوسين ولكن مثلا ملك الملوك الخالق الواحد الاحد ودك ترى في بورتيس ادك شمض وما ردك شمض الروس اتقمضين كي عجب نزدخي وتدعو الغروس وتويض بلي في حين ما تفصي والناس شويض باش هذا الصدي بالذكرى كلش ديك فوسي سيكلا الروحك ديك فوسي سيكلا السعي ديك فوسي سيكلا الدريك ديك فوسي سيكلا جهادك ديك فوسي سيكلا المال ديك فوسي سيكلا كلش المستقبلك لحياتك كل الدنيا فيها خاطيك ديك فوسي سيكلا اجل انسى اديش ادي يغضب فلك ماذا قال لهم التضييف ضرر يعاف ديفا يعاف النظام ادي يغضب فلك ماذا قال الضيف ضاسي حاجه بالك ادي في سيون يريس ما ضرب ضاسي بريد نغما ثيل ولكن سيدي سولا كيقول كبريد ولكن سيدي ربي غادي يغضب فلك ماذا قال لهم التضييف ضرر ادي قال بويس عزيز وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم دلال وقال الله ادعوني وقال ربكم اخطر انت سيغ دقيقا نسيكش عن كل شيء ضربوا بيدك السعاية الجهادة وليش لشرا صدي بضل تسعى كل شيء سعاد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم يعني كل شيء كل السعاية في الخزائن وشورت شوف إذا أصل يفضل أذي يضف لك ماذا قلنا وصل يضرب وإنك نغيث الطيب من كل ناس ألي يلح ذي الدعاء أي طيب أي طيب تغذ وإنك حمي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى كان يث مثلا إذن وقيم إذا خلق سبحانه وتعالى يغضي خيق لك أدي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ودينا لو السن ما كين استجبق يقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم مذعوي إذن كان ينقم يغض دعائك يقال سيد ربي القبالي سعزيز ذي الآية النظر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا من قلنا أدي سخطر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي
عبادي عني ما قلنا سقسين كيد يا عبادي في الليل وسينا راني ناس بلي غا يقرب ولكن ادي وجه الخطاب قبايا يا عبادي يا عبادي الا سي قال اخي اخي يقرب كاين اذا باش انظر انظر بلي الخطاب اسمي ناري واش في حنا النبي صلى الله عليه وسلم ايش واذا سالك عبادي يعني ماذا قال السقسين كيد في الليل وسينا راني ناس ايناس بلي يقرب ولكن يوجه هذا الخطاب الى عبادي الى عبادي الى عباد اخذ قرب إن فإني قريب أقلي قربك ودقي في حمد تفنسية ولا تفنسوية بجرد يدعو أقدر غرور فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وين يدي دعان هذا شيء قفية ولكن بشرط أيش كميل أخلاق دقيقة لدقاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن دينا قد يتقفين كنا عين سنين غدا تخدم ميلا قد تخدم من بعد كنا عين دريبنا دا سنتخدم غدا سنتخدم كان إلا ماشي عين دينا خدم تتس وذن خدمة من بعد كنا سنطيب سنخدم غدا كنفغا لا ماذا قلنا نضيف أين نفغى إلا قد خذ ما سين يفغى ويا لذين يدي سند المنفعة نغلق نغسل العباد ماذا قلنا نخذ ما كن يفغى سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أتشعر الإيمان سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بلي غادا قد يقضي الدعاء إنك وماذا قلنا نضيف غاس كلام وكتدي في كلام عاقب لي ماشي نعرفو زي كدي يعرفو زي الدعاء إنك البذرا إقلال داخل وين كنو قدي في كلام أتشعر الله سبحانه وتعالى أي نو قدي قبيلة رسل نظرك سيد ربي كشك زرع المستقبلي تزرد أذن ضر ذي الحاجة وتتسكرها